مرحبا ترحب تنبه للمواجب الأصيلة عد ما لحد فروق وعد ما حنحن راعدها يا هلا يلي لقاهم يشفي الروح العليلة يا وجيه نورها كالشمس لا جتب كبدها مرحبا باسم الكريمة بنت الأجواد الأصيلة أم نايف يا سعد هاليوم في فرحة ولدها أم نايف يا سعد هاليوم في فرحة ولدها أم نايف والمدايح كلها فيها قليلة الزيون صابها وما نصيها في عددها انت شيخ بالكرم الطيب ما رقى مثيلة الشيخ عز وشيخ الطالة والمواقف وأسدها من زحون الماخذين المجد وسيوفه وخيلة لعب تنتظر بالفعل الجزال وتعتمدها لعب تنتظر بالفعل الجزال وتعتمدها ابخر يا أم نايف فيه وانت له سليلة ذاكرة المرجلة وللمراجل هو سندها انت أخت لهم في الناس مقدار وفضيلة القروب اللي لكل الناس ما تقصر مددها القروب اللي لكل الناس ما تقصر مددها لك عيال هم ضحابح وهم روس القبيلة العري من الجدود ومن ساكن من نشدها وثني الترحيب باللي قد لفاشر وشيلة مرحبا بضيوفنا عد النجوم وما بعدها مرحبا ترحيب تنبه للمواجب الأصيلة عد ما لحد فروق وعد ما حنحن راعدها يا هلا يلي لقاهم يشفي الروح العليلة يا وجيه نورها كالشمس لا جتب كبدها مرحبا باسم الكريمة بنت الأجواد الأصيلة أم نايف يا سعد هاليوم في فرحة ولدها أم نايف يا سعد هاليوم في فرحة ولدها أم نايف والمدايح كلها فيها قليلة الزيون صابها وما نحصيها في عددها انت شيخ بالكرم والطيب ما رقى مثيله الشيخ